نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم مقاطعة الكفار المقاتلين في الأمور المبرحة بغية إضعاف قوتهم على المسلمين؟ هذا من صلاحيات ولي الأمر، فإذا رأى ولي الأمر مقاطعة تجارتهم والاتجار معهم فإنهم يقاطعون، أما الأفراد فليس من صلاحياتهم المقاطعات، ولم يضر الكفار إذا قاطعهم واحد أو عشرة أو اثنين ما يضرهم، لكن لا قاطعتهم دولة هذه يضرهم ما في شك. نعم.